مهند؟ شوف يا عمي، سمر قالت لي إنك هون، كانت خايفة عليك كتير، قالت لي روح شوفه. وضعك مو عاجبني. عمي أنا كتير متضايق من حالي. ليش ما حكيت مع بشرة؟ ما عندك شجاعة؟ شو السبب الرئيسي اللي خلاكم تتركوا بعض؟ أنت بتعرف معناها الموضوع جدي لأنكم كبرتوا المشكلة. في وحدة تانية؟ ما في هيك شيء، صدقني ما في هيك شيء. بارح بالليل هلوست وقلت بحبها، تقصد بشرة؟ بس شو المشكلة؟ أنت خايف تتزوج؟ يمكن، ما بعرف، عم أقول إنه لسه بكير، لأنه الحب لحاله ما بيكفي. الزواج مسؤولية وأنا مالي جاهز هلأ يا عمي. فهمت. تسرعت ولبكتكن معي بالخطبة، أنا آسف كتير. لا تعتذر مني، اعتذر من بشرة. لا تحاول تستغل الوضع لأن بعتت لك الخاتم، بلكي ساوت هالشي مشان تكسر عينك. احكي، اشرح لها الوضع وبكل صراحة، احكي لها بالتفصيل شو عم يصير معك ولا تخبي عليها، حرام مشان ما تتأمل أو تفكر بشي تاني. الحق معك. برافو، شكرا لك حبيبتي. عن جد عزفك كتير حلو. كتير حلو حبيبتي. وانتي شو رأيك بعزفي مدموزيل؟ بالنسبة لصبية مو متدربة على المعزوفة ولا مرة، كتير حلو. رأي المدموزيل مهم. ميرسي انعام خانو. عن اذنكن انا بدي روح. سمر ممكن تجي شوي؟ على أساس نحكي بموضوع قلتي لي بعد الأكل. طيب. نهال شكراً إلك مرة تانية. العفو فيروز خانو. خلونا نطلع لفوق، شو رأيكم؟ إيه، وأنا كمان بدي ألعب على الكمبيوتر. أنت ما بتمل أبداً؟ في عندي ألعاب كتير حلوة. عن جد حبيبي؟ أنا بدي روح على المطبخ شوي. شوفي ما في شيء. Thank you.
ماما شو بدك مني بكفي؟ لا تخافي، بدي أحكي معك مشان مصلحتك. بس أنا مليت من الكلام الفاضي تبعك. هلأ رح أثبت لك إنه كلامي ماله فاضي بنوب. كم مرة قلت لك ديري بالك من لميس خانم، بس أنت ما كنت تردي علي، مو هيك؟ هذا هو الموضوع؟ أنا بعرف ليش دافعتي عنا، بس من شان تجاكريني، مو هيك؟ بكفي ماما. هاتي لشوف شو هات. لحتى تصدقي إنه كلامي مزبوط، شوفي بعينك شو مكتوب هون. عدنان بيك، مستحيل ضل بهذا البيت بعد اليوم. من أول يوم دخلت فيه على هالبيت حبيتك كتير، كان بيكفيني ضل عايشة حدك. شو؟ رسالة حب من المادموزيل لعدنان بيك. كنت دائماً عم استنى اليوم يلي تحس فيه بمشاعري إلك. بعرف حالي مستحيل أقدر أتحمل شوفك مع أي وحدة تانية غيري، وماني موافقة تاخد مكان المرحومة إنسانة ما بتتحمل مسؤولية تربي الولاد يلي أمهم حطتهم أماني برقبتي وعشت حياتي عم ربيهم كأنهم ولادي. واليوم لما طلبت مني أحكي مع نهان حسيت بحب كبير جوات عيونك مستحيل أقدر أوصفه، وعرفت إنه أملي انتهى تماما. أنتي ليش واقفة هون؟ قلت بلكي فيروز خانم بدها شي. فوتي على المطبخ وهي بتنادي لك.